قتلوا وزيادة من 10 أشخاص وجرح 59 آخرين في حصيلة أولية لغارة دقيقة شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. استهدفت قائد المجلس العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل. رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العالمي يجري اليوم بجوهانسبرغ مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا. بعد الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، رئيس الوزراء يعلن تشكيل حكومة فرنسية جديدة قبل الأحد المقبل. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تصل إلى كييف لمناقشة الدعم الأوروبي لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، كما أعلنت حصول كييف على 35 مليار يورو كقرض ممنوح من الاتحاد الأوروبي.